السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، مازلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. مازلنا بالكلام عن سلسلة الأدعية المباركة التي نستفيد منها في حياتنا اليوم. النهاردة مع يعني معلومة دينية جميلة جدا أقول لك، سواء إذا كنت رجل أو امرأة، هل تريد أن يذكرك الله تبارك وتعالى في وسط الملائكة؟ فالعنوان ذكر يذكرك الله به عند الملائكة أو عبادة. طبعا القصة يعني معروفة لدى الناس، لكن في كتير من الناس ما يعرفوهاش. فأنا أقول لك كن كحدير. حدير ده إيه؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام كان بيستضيف الناس اللي هم جايين علشان يسألوا على الإسلام. فكان في وفد من الوفود، وفد بني تميم تقريبا إن لم تخن الذاكرة. فكان في رجل اسمه حدير، فالوفد رؤساء الوفد يعني الكبار بتوع الوفد قاعدين مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إنه بيجهز لكل واحد هدية من الوفد اللي بيدخل في الإسلام. فأعطى كل الناس وترك أو ناسي، لا بلاش ترك، هو ناسي حدير. طب هو نسيه ليه؟ حدير كان قاعد في مكان كده بعيد في زاوية من زوايا المسجد، فالنبي ما شافوش. المهم الوفد خلص ومشي، ينزل جبريل عليه السلام. الحديث صحيح، ينزل جبريل عليه السلام ويقول له يا محمد انت نسيت حدير، انت ما ادتلوش هدية. قال أين الفارس؟ أنا. قال أنا. قال خذ هذه الهدية واذهب بها إلى حدير وقل له بأن الله قد عاتبه فيك. فلحق الفارس بالوفد. في إيه؟ قال لهم فين حدير؟ قال له أنا. قال له أنت ما خدتش هديتك، وربنا سبحانه وتعالى أرسل جبريل لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان يقول له أن أنت ما خدتش هديتك. الشاهد بقى إيه اللي حصل؟ هو ده بقى الفايدة من الحديث أو من القصة. أخذ حدير الهدية ثم نظر إلى السماء وقال اللهم كما لم تنس حديرا اجعل حديرا لا ينساك. فحافظ على ذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا ذكرت الله تبارك وتعالى لن ينساك. تظهرون في اللقاءات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.